مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في جولة جديدة لبرنامج منشط الصحافة. نتناول خلال هذه الحلقة أبرز ما كتبته الصحافة المحلية والعربية. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جاسم الشمري، وينضم إلينا في وقت لاحق من هذه الحلقة مراسل تلفزيون دولة الكويت فالح نصير فالح من رام الله، ليطلعنا على أبرز ما تناولته الصحف الفلسطينية لهذا اليوم. أما الآن مشاهدينا، نبقى مع أبرز ما تناولته الصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. جولتنا نبدأها من صحيفة القبس وهذا العنوان: الأمير يترأس وفد الكويت في قمة تونس. والقبس تناولت وصول سمو أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق أمس إلى تونس لترأس وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية 30 على مستوى القمة التي ستعقد في العاصمة تونس اليوم. أستاذ ياسر، أرحب بك معنا في هذه الحلقة. يا أهلا بك، ولعلنا نبدأ بأهم التحديات التي تواجه هذه القمة بدورتها 30 من وجهة نظرك. نعم، يعني بطبيعة الحال فإن التحديات في المنطقة ليست جديدة لكنها متراكمة على مدى العقود الأربعة والخمسة الماضية. كانت ذات التحديات موجودة ولكنها متغيرة من إقليم إلى إقليم، في منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى. مسألة الصراعات الأهلية في الدول العربية متغيرة من دولة إلى أخرى ما زالت موجودة. الفقر وانعدام الاستقرار النفسي الاجتماعي متراكم، العنف، زيادة وتيرة العنف أيضا متراكمة ومستمرة، وبالتالي التحديات هذه جميعها موجودة وعولجت أو بحثت ناقشت في قمم عربية سابقة، وبالتالي ليس جديدا أن تناقش هذه القمة. ولكن الجديد أن هذه القمة ربما تعقد في مرحلة مفصلية في مسألة القضاء مثلا على تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق، مكافحة الإرهاب، ضمن سياق مكافحة الإرهاب. هناك خطوات متقدمة في هذا المجال، نوعا ما انحسار الحرب الأهلية في سوريا، وبالتالي هناك مؤشرات إلى بوادر حل سياسي معين. هناك مثلا في الإقليم الشرقي من الدول العربية إيران أيضا منشغلة بنفسها، وبالتالي احتمال أن يكون هناك معالجات لهذا الملف في هذا القمة. وبالتالي نعم، هناك تحديات كبيرة كما قلنا، لكن تحديات متراكمة، وبالتالي البحث عن معالجات لها يندرج أو يظهر من هذه المتغيرات أو المعطيات على الساحة. نعم. في خبر آخر وفي سياق ذاته، عنونت صحيفة الرأي: سمو الأمير يزور خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامته بالعاصمة تونس. أيضا في صحيفة النهار نقرأ هذا المنشط: سمو الأمير يستقبل أسر أعضاء سفارة الكويت والمكاتب الكويتية العاملة في تونس الشقيقة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد يحرص دائما على اللقاء الالتقاء بأبنائه العاملين في الخارج وأسرهم، دلالات ذلك من وجهة نعم نظر. هي ضمن سياق صورة من صور التكامل الاجتماعي بين القيادة السياسية والشعب. حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه يعني يحرص دائما في كل جولاته الخارجية على الالتقاء بالمواطنين، بالطلبة، عاملين في السفارات، في المكاتب والقنصليات الكويتية، يعطيهم من توجيهاته السديدة، من نصائحه الأبوية، أيضا يستمع إلى مطالبهم، إلى شكاواهم، إلى أحوالهم في الغربة، وبالتالي البحث عن معالجات لهذه المشاكل من قبله. وبالتالي هي صورة كما قلت صورة من صور التمازج بين القيادة والشعب التي يعني تتميز بها الكويت عن غيرها. لا نقول إلا أدام الله علينا هذا الوئام والاستقرار. نعم. نعم. في خبر آخر أيضا: هل تشهد قمة تونس مصالحات وتفعيل العمل العربي؟ تحت هذا التساؤل قالت صحيفة الجريدة أنه رغم استمرار موجة الانهيارات التي تؤثر على دول عربية منذ نحو 10 سنوات، تنعقد آمال على القمة العربية في تونس اليوم بتحقيق مصالحات عربية قد تكون ضرورية لمحاولة إعادة تفعيل العمل العربي المشترك. ونقلت الجريدة عن الأمين العام المساعد للجامعة رئيس مركز
رئيس تونس عبد اللطيف عبيد قوله إن هنالك آمالا كبيرة معلقة على قمة تونس في تحقيق قفزة في التكامل والتضامن العربي. أيضا فيما يتعلق بهذا الخبر، هل بالفعل ستشهد هذه القمة مصالحات وتفعيل للعمل العربي، وعن أي مصالحات يتحدث من وجهة نظرك؟ هنا يجب أن نشير إلى قضية محورية في تصور في القمة العربية، أن القمة العربية دائما هي الحد الأدنى المتاح للعمل العربي المشترك. المشكلة ليست في القمة العربية، المشكلة في سقف الآمال المعلقة على القمة العربية. دائما سقف الآمال عالي جدا، إذا انخفض هذا السقف ولامس الواقع سنجد أن القمم العربية حققت شيء معين طوال مسيرتها السابقة. مشروع الاتفاق على مشروع أو مشروعين في كل عام هو أمر جيد. كما قلت، المشكلة في أننا دائما نطمح إلى أن يكون العمل العربي عمل مثالي دائما، وبالتالي هذا الارتفاع بالسقف هو الذي يشعرنا بالإحباط حينما لا نجد هذه الآمال متحققة على أرض الواقع. الآن المصالحات العربية المطروحة في ظل أو يعني أبرز ما في هذه القمة تحديدا كما أرى، هو غياب، أو على الأقل في العشر سنوات الأخيرة، هو غياب العناصر المأزومة أو المتأزمة، القيادات التي كانت تطمح إلى زعامات. غيابها حقق شيء من التناغم والتلاقي بين القيادات العربية. أيضا غياب نهج المحاور الذي كان سائدا في 30 أو 40 سنة ما قبل ثورات الربيع العربي، كان هناك محاور عربية، محور بغداد، محور القاهرة، محور، وبالتالي غياب هذه المحاور واستبدالها بمحاور أقرب ما تكون إلى تلاقي تنموي قد يحقق شيء من 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 التلاقي أيضا بين الزعامات أو القيادات العربية الحالية. الآن المصالحات المطروحة، إن قلنا أن هناك مصالحات مثلا في الملف الخليجي، أنا لا أتصور أن يكون في القمة العربية، أتصور أنه سيكون مؤجلا إلى القمة الخليجية أو إلى قمة خليجية لاحقة. إن كان هناك مصالحات ربما يطرح الملف السوري على طاولة البحث، وإن غاب ممثل سوريا عن الاجتماع، ولكن سيطرح ضمن الدول الفاعلة في المحيط السوري، السعودية أو الخليج بشكل عام، مصر والأردن، وإضافة العراق، كلها تلتقي على أن تكون الساحة السورية يعني خالية من الصراعات ومن تدخلات قوى الأجنبية فيها، وبما فيها إيران والدول الغربية وأيضا روسيا. إن كان هناك مصالحات قد تكون بين الجزائر والمغرب، وإن كانت الجزائر حاليا منشغلة بنفسها في مسألة تغيير القيادات فيها وتغيير النظام فيها، وبالتالي قد يطرح هذا الموضوع. عموما الآمال عريضة، يعني الآمال موجودة، ولكن كما قلنا كم نحدد أنه لا نرتفع بسقف التوقعات حتى لا ننصدم بالواقع. نعم، في الإطار ذاته أيضا طبعت صحيفة الصباح هذا المنشط: قمة تونس رفض لقراري ترامب بشأن الجولان والقدس. والصحيفة تكتب أن قصر المؤتمرات في العاصمة التونسية اليوم يحتضن القمة العربية العادية 30، والمقرر أن يحضرها قرابة 12 زعيما عربيا، وتناقش مجموعة من القضايا الملحة والملفات الشائكة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي باعترافها بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية والعربية بعد هذا الفاصل. نتحول الآن إلى فلسطين، وينضم إلينا من هناك مراسل تلفزيون دولة الكويت من رام الله. أرحب بك معنا فالح. أهلا ومرحبا بك علا وبضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين. تفضل. نبدأ بالصحف الفلسطينية، والبداية من صحيفة القدس: إحياء الذكرى 43 ليوم الأرض في الوطن والشتات، 4 شهداء وأكثر من 250 جريحا بالرصاص الإسرائيلي.
الرئيس عباس، الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة. الحكومة توجه تحية إكبار لأرواح الشهداء. الأزهر، نضال الشعب الفلسطيني يستحق دعم كل المنصفين في العالم. عباس، يصل تونس للمشاركة في القمة العربية. تسهيلات إسرائيلية في قطاع غزة بدءا من اليوم. وقفة منددة بهدم المنازل والاستيلاء عليها في الشيخ جراح بمدينة القدس. ننتقل الآن إلى صحيفة الأيام، وجاء في عنوانها 4 شهداء ومئات المصابين في مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقطاع. الرئيس عباس، الدولة آتية لا محالة وفلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين. فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى يوم الأرض بفعاليات جماهيرية نددت بالتمييز العنصري. مسيرات العودة، الجمعة القادمة انتصار الكرامة. مشاريع قرارات أمام قمة تونس للتمسك بمبادرة السلام العربية وتفعيل شبكة أمان مالية لفلسطين. اشتيا عرض التشكيلة الوزارية على الرئيس بعد عودته من القمة في تونس. ننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة، وهي الصحيفة الرسمية الناطقة بلسان السلطة الفلسطينية. الرئيس، بمناسبة ذكرى يوم الأرض، الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة. اجتمع مع العاهل الأردني وبحث معه سبل مواجهة التحديات المحدقة بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. 4 شهداء بينهم 3 أطفال ومئات الجرحى جراء قمع الاحتلال لمسيرات يوم الأرض السلمية. العرب اليوم أمام مفترق مصيري في قمتهم 30. أبو الغيط يبحث مع غوتيرس سبل دعم القضية الفلسطينية. كانت هذه هي أهم العناوين التي جاءت في الصحف الفلسطينية 3 لهذا اليوم. نعم، فلاحوا كما تعلم يعني بأن على جدول الأعمال القمة اليوم، ومن أهم المواضيع التي ستطرح هو موضوع القضية الفلسطينية بتطوراتها الأخيرة. إذا كان لديك معلومة، ما هي المواضيع بالضبط التي سيتم نقاشها في هذه القمة فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية مؤخرا؟ على صعيد القضية الفلسطينية، ستفرض فلسطين نفسها على طاولة المؤتمرين في القمة 30 التي ستبدأ أو بدأت أعمالها اليوم الأحد، حيث سيقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس شرحا مفصلا لآخر التطورات على الساحة السياسية الفلسطينية وأهم المعيقات والمخاطر التي تعصف بها القضية الفلسطينية، وعلى رأسها صفقة القرن وما يجري الترويج له في وقت تعاني أيضا السلطة الفلسطينية من أزمة مالية أمام الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسها الإدارة الأمريكية وإسرائيل، حيث لن تفلح السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات ورواتب الموظفين الفلسطينيين سوى نصف هذه الرواتب، حيث سيطالب الرئيس الفلسطيني بتوفير شبكة أمان قيمتها 100 مليون دولار أمريكي شهريا من قبل الدول العربية، فضلا عن أنه سيؤكد على مبادرة السلام العربية أساسا لحل القضية الفلسطينية والتطبيع بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران للعام 67 كي تكون مدخلا لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وبين إسرائيل. وسيحذر سيحذر الرئيس الفلسطيني من خطورة ما يجري ويحاك للفلسطينيين أمام صفقة القرن التي بدأت تتكشف ملامحها وإن لم تظهر بشكلها النهائي، لكن ذلك يبدو جليا بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وإزاحة قضية اللاجئين عن الطاولة والمساس بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والاعتراف الأمريكي مؤخرا بالسيادة على الجولان السوري المحتل. فالح نصير فالح، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا نبقى مع أهم ما تناولته الصحف الدولية والعربية بعد هذا الفاصل. نبدأ جولتنا العربية والدولية من صحيفة الشرق الأوسط حول القمة العربية بهذا العنوان، قمة تونس الجولان يحضر في غياب سوريا. وتقول أن القرار الأمريكي حضر بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل بقوة في الأعمال التحضيرية لقمة تونس التي تغيب عنها سوريا والتي ما زالت عضويتها معلقة في الجامعة العربية. فيما يتعلق بهذا الخبر أستاذ جاسم، يعني القمة اليوم، قمة تونس، ما الذي ستأتي
التي به فيما يتعلق بقضية الجولان واعتراف الرئيس ترامب بسيادة إسرائيل عليها. نعم، بطبيعة الحال بالإضافة إلى الإدانة والاستنكار لهذا القرار الأمريكي، هناك حديث عن الحد الأدنى من التحرك العربي متمثل في تشكيل لجنة عربية لتطويق آثار هذا القرار، بمعنى أن اعتراف أو نقل السفارة الأمريكية مثلا من تل أبيب إلى القدس تبعه دول أخرى صارت في على ذات المسار، وبالتالي الحراك العربي وإن سيقصر عن مواجهة القرار الأمريكي ولكن سيحاول تطويق هذه الأزمة في مسألة قطع الطريق على كثير من دول العالم في الاستجابة إلى هذا القرار الأمريكي والاعتراف بسيادة الجولان، سيادة الكيان الصهيوني على الجولان، وبالتالي إن نجح هذه الآلية العربية أتصور أنه سيكون كما قلت وكما أسلفت من قبل هو مسألة التحرك ضمن الحدود الدنيا المأمول فيها في هذا الحراك العربي. بالتأكيد مقارعة الولايات المتحدة غير ممكن، ولكن كما قلنا تطويق القرار الأمريكي والحد من اندفاع الدول الأخرى باتجاهه هو المطلب في المرحلة المقبلة. نعم. في خبر آخر من صحيفة عمان كتبت كلمتها تحت عنوان أفاق مشدودة للقمة العربية في تونس، وقالت تنعقد اليوم في تونس القمة العربية العادية في دورتها 30 وسط مشهد عربي محاط بالمشاكل والقضايا في كافة الاتجاهات تقريبا من ملفات عديدة ومتشابكة يصعب فرزها. وفي مضمون كلمتها ذكرت أن هناك ملفات عديدة من سوريا إلى اليمن إلى ليبيا إلى قضايا الإرهاب وتبعات داعش أو التفكير في مرحلة ما بعد داعش، وبجوار ذلك فإن هناك قضايا هيكلية ومركزية كثيرة تتطلب النظر، فقد بدأت العديد من المشروعات العربية منذ عقود أو سنين ولم تستمر إلى الأمام بأي خطوة فاعلة، لا سيما في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والأسواق المنفتحة. وتضيف أن تطوير أنظمة الجامعة العربية يبقى من الأهداف الاستراتيجية. فيما يتعلق بموضوع تطوير أنظمة الجامعة العربية يبقى من الأهداف الاستراتيجية كما تحدث الخبر، ما هي هذه المشروعات التي يتحدث عنها أو هذه الأنظمة التي تتحدث عنها هذه الصحيفة؟ كان في حديث عن أهم أنه أن القرارات لا تتخذ بالإجماع، أن القرارات تتخذ بالأغلبية. لا أعلم أن أقر هذا الخيار أو لم يقر، ولكن من أبجديات العمل السياسي أن لا ينص على الإجماع في القرارات التي تبحث منظومات متشابكة المصالح ومعقدة الاتجاهات، وبالتالي يفترض أن يكون هناك أغلبية لا إجماع. نعم. كان في شكوى في الجامعة العربية من التمويل الضعيف ماليا للجامعة للقيام بأعمالها، أتصور أن هذا أيضا أمر مطروح في مسألة تمويل الجامعة العربية. الحديث عن 22 بند على جدول أعمال القمة يبحث خلال يوم ونص، القمة يومين، يوم كامل يذهب في توديع واستقبال ونصف نهار للاجتماعات، وبالتالي حتى وان قيل ان مؤتمر وزراء خارجية سبق له بحث هذه البنود، انا ارى انها كثيرة، 22 بند تبحث في اجتماع للقادة، وبالتالي في تصوري انه يجب ان يصار الى ضغط جدول اعمال القمم العربية في ثلاث أربع ماكسيموم خمس بنود للوصول إلى مشاريع حقيقية يمكن أن تكون أرضية لعمل عربي مشترك فاعل وحقيقي. نعم. في خبر آخر من صحيفة الاندبندنت نقرأ يضغط البريكستون المحافظون على تيريزا ماي لمتابعة الخروج بدون صفقة بعد صفقتها للمرة الثالثة، وتقول أن ذلك يأتي بعد يوم دراماتيكي و في وست مانستر عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع، حيث رفض النواب صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة في اليوم المحدد أصلا لخروج المملكة المتحدة من الكتلة. نبقى الآن مشاهدينا مع مقال اليوم بعد هذا الفاصل.
مقال اليوم اخترناه من صحيفة الحياة للكاتب صائب عريقات تحت عنوان في الذكرى 43 ليوم الأرض الفلسطينية. ويقول عريقات أن فلسطين الوطن، الأرض والشعب، وهذا التلاحم التاريخي بينهما هو الذي صنع الهوية الوطنية الفلسطينية. ولكي ينجح المشروع الاستيطاني الاستعماري في اغتصاب الأرض كان لابد له أن يفك تلاحمها مع الشعب وأن يمحو الهوية ويقصي الوجود المادي ويسيطر على الحيز المكاني وينتهي بمحو الرواية وحيز الذاكرة الفلسطينية. ويشير إلى أن الصراع إذا لم يكن على الأرض فحسب وإنما على كينونة الشعب وهويته ووجوده الوطني أيضا وبالتالي حقه في تقرير المصير على هذه الأرض، لكن وجود شعبنا وصموده على أرضه شكل السد المنيع الذي اصطدم به تيار هذا النظام الاستعماري. ويضيف عريقات أن فلسطين في قديمها وحاضرها ومستقبلها لن تخسر معركة ومشهد اللاجئين المحملين بالشاحنات إلى المنافي لن يتكرر، فجذورها امتدت في هذه الأرض إلى أعمق ما يستطيع الاحتلال اقتلاعه. يوم الأرض هو ليس ذكرى فقط، وصناع يوم الأرض بالأمس واليوم غدا يسيرون في كل أماكن تواجدهم بمسيرة متواصلة لن تكل أو تتوقف حتى تحقق الحرية والعدالة. نبقى الآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم اخترناه من صحيفة الأنباء لبريشة الأستاذ محمد ثلاب، ولك التعليق. نعم، هناك حياة في الشرق الأوسط لكنها حياة دامية، حياة معقدة، ولكن طالما أن هناك حياة هناك استمرارية. نعم. إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جاسم الشمري على تواجده معنا، وأشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم.